السلام عليكم، اخباركم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله وصفه جديده غادي نقدمها لكم كما وعدتكم في الفيديو ديال البانكيك اللي كنت صايبت لكم، كانت رافقته بواحد صلصه شوكولا. اليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم. قبل ما نبداو ان شاء الله نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو السابق ديال البانكيك قدمت رافقت هذيك البانكيك بصوص ديال الشوكولا، قلت لكم صوص رائعه وسهله بزاف. اذا نبداو مباشره على بركه الله. كناخذ واحد الكسرونه بحال هكا، كنضيف ليها واحد كاس حليب. هنايا عندي ملعقه صغيره ديال الفورس، الا ما عندكش دقيق فورس يمكن لك ديري ملعقه صغيره ديال دقيق الذره او مايزينا. هنايا عندي جوج معالق كبار ديال كاكاو المر، هذه صلصه رائعه معتمده عندي، ما عمري ما خطاتني من الدار، ما كتحشمكش مع ضيافك ومع وليداتك. هنايا عندي واحد جوج معالق ديال بيبيت شوكولاته، حبيبات الشوكولاته صافي. هنايا عندي ملعقه صغيره ديال الزيت غنستعملها حتى تنقاد هاد لاصوص ديالي. اذا نشد اول حاجه هو انني غادي نخلط شويه هكا قبل ما نديرهم على النار. هاد الكميه اللي درت انا ديال الحليب وديال الدقيق اللي درت غادي تدي لك مده سيمانه اسبوع. اذا الخليط ديالي من بعد ما حركته هكا مزيان غنشعل عليه النار، غندير على نار متوسطه بحال هكا، وغادي ندير الخليط ديالي مع الاستمرار التحريك. ما تزقاش ايديا من التحرك، نبقى نحرك حتى كيذوبوا هذيك حبات الشوكولاته وكيبدا الخليط كيختار شويه عندي. اذا انا غنستمر هكا في التحريك حتى تعقد ليا لاصوص ديالي صافي. في هذا الاثناء تقريبا واحد دقيقه واحد دقيقه صافي، وكنحيد عليها كنطفي العافيه بحال هكا. شوفوا ها هو الخليط ديالي اختار شويه، شفتوا ما بقاش كيكان باش كيطيب ليا هذاك الدقيق ديالي مزيان صافي. في هذا الاثناء اش غادي ندير؟ هذيك الملعقه الصغيره ديال 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 الزيت، ها هي ملعقه صغيره اللي غادي ناخذ، ها هي هي اللي غادي نضيف في الخليط ديالي، نزيد شويه وغادي نحرك مزيان لاصوص ديالي. شوفوا كي غتولي تولي لك اللمعه رائعه في هذا لاصوص، ما تخطاكش نهائيا هاد لاصوص. ما كتكب ديريها الحلويات ديالك، كديري كدهني بها الخبز ديالك، المهم زوينه يفطر بها الوليدات في الصباح. انا هنايا ما استعملتش السكر، حيت علاش؟ انا كتعجبني هاد لاصوص بهذاك النكهه ديال الكاكاو، تيكون هذاك النكهه ديال الكاكاو طاغي شويه، ما كتعجبنيش بالسكر حيت كتجي شويه حلوه. انا غادي كندير حبيبات الشوكولا، حبيبات الشوكولا حتى هي راه فيها نسبه ديال السكر، انا كنكتفي بهذاك السكر. نتيا الا بغيتي ديري شويه السكر بغيتيها تجيك حلوه، في هذيك البدايه ملي خلطت المكونات قبل ما نضيفها فوق العافيه تقدري تزيدي واحد ملعقه، انا ننصحك بملعقه فقط، حيت الا كثرتي ما كتجيش مازال هذيك لاصوص زوينه بزاف، كتجي حلوه صافي. انا كملت هكا، غادي نفرغها في واحد الاناء زجاجي وغنغطيها بالسيلوفان ونخليها حتى تبرد ونشوفكم من بعد اش غادي نديرو. هاي الصوص ديالي من بعد ما بردات شويه صافي، حيت لي هذاك السيلوفان بحال هكا، ودابا غادي ناخذ واحد الميكسور بحال هكا وغادي نميكسيها باش تجيني، حيت هي دابا شويه خاطره هكا كما كتشوفوا، باش تجي جاريه شويه. اش غادي ندير لها؟ وهي انا غنميكسيها مزيان، بسم الله. صافي ها هي كما كتشوفوا، انا راه ما خليتهاش بردات بزاف. شوف كيفاش كتجي داك لاصوص سائله بحال هكا، الا بغيتيها تكون عاقده بزاف. ها هي لاصوص ديالي،
من بعد ما ميكسيتها شتي كي كتولي سائله بحال هكا، كتولي رائعه. بغيتوها تكون خضره شويه بحال هكا، تقدروا ديروا ملعقه كبيره ديال الدقيق او ميزينا. انا كنفضلها تبقى بحال هكا. وها هي الصلصه ديالي، ونشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. الوصفه ديالي ها هي، من بعد ما وجدت صدقوني رائعه بزاف، غتولي معتمده عندكم هاد لاصوص شوكولا. عرفتي شنو صيبتي، عرفتي شنو كلتي لوليداتك، اقتصاديه احسن من داك اللي كنشريوها بثمن، وما كتعرفيش باش مصيبه. شتي كيفاش كيكون لا تيكستور ديالها والكثافه ديالها هكا. اذا هذه هي اخر الفيديو، الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.